بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الكرام، طلاب العلم في كل مكان. اليوم إن شاء الله تعالى نستأنف تسجيل سلسلة محاضرات التآزر الكيميائي والغدد الصماء. اليوم موعدنا مع المحاضرة الثانية في سلسلة هذه المحاضرات التي سنقوم فيها بشرح الأساسيات العامة وبعض المعلومات العلمية التي تتعلق بكيفية التنظيم الكيميائي لوظائف الجسم الأيضية، خصوصا بواسطة الغدد الصماء والهرمونات التي تقوم بإفرازها، وذلك للطلاب الذين يدرسون هذا المقرر أو هذا الموضوع العلمي لأول مرة ويستكملوا دراستهم إن شاء الله تعالى بمحاضرات أخرى ومعلومات أكثر عمقا وتفصيلا عن موضوع الغدد الصماء والهرمونات. كما تعودنا نستعرض سريعا مع بعض المحتوى لهذه السلسلة من المحاضرات لمن ينضم إلينا حديثا حتى يعلم ما قمنا بشرحه وما سنقوم بشرحه إن شاء الله تعالى، وطلابنا الكرام المستمرين معنا ليعرفوا ماذا سيتم شرحه خلال كل محاضرة جديدة. تحدثنا في البداية عن أهمية العلم والتعليم والتعلم، وهو موضوع مهم جدا. أدعو الجميع إلى سماع هذا الجزء لكي نستفيد من الوقت الذي نقضيه في عملية تلقي العلم، وإن شاء الله تعالى يكون لنا نصيب في تعليمه ونكسب الأجر والثواب عنه إن شاء الله تعالى. ثم تحدثنا نظرة عامة عن جهاز الغدد الصماء والوظائف الرئيسية لهذا الجهاز المهم. اليوم إن شاء الله تعالى سوف نتحدث عن بداية تعريف ما هو كلمة تآزر كيميائي، وما هي مدلولات هذه الكلمة وتعريفها، وننتقل منها إن شاء الله تعالى بعد ذلك إلى بداية في موضوع الهرمونات، تعريف وخصائص الهرمونات وأنواع الهرمونات، ونستكمل في عدة محاضرات لاحقة إن شاء الله تعالى الحديث عن الهرمونات، لأن الموضوع الأساسي الخاص بالتنسيق أو التآزر الكيميائي. ونستكمل بعد كده إن شاء الله تعالى في نهاية المقرر نعطي فكرة عامة عن أهم الغدد الأساسية في مجموعة الغدد الصماء: الغدة الصنوبارية تحت المهاد، الغدة النخامية، الغدة الدرقية، الغدد الجار درقية، الجزر البنكرياسية، والغدد الجذرية. صورة معبرة عن المحتوى الرئيسي لهذا المقرر لطلابنا الكرام بعرض المجموعة من الغدد الرئيسية اللي هنتكلم عنها وعن بعض الغدد الأخرى في جهاز الغدد اللاقنوية أو الغدد الصماء في جسم الإنسان. الغدة النخامية ماستر جلاند الموجودة في المخ، وصلة مهمة جدا ما بين جهازنا العصبي المركزي ممثل في المخ ومنطقة تحت المهاد وباقي الغدد الصماء زي الغدة الدرقية والغدد الكظرية، ثم الغدد جار الدرقية والبنكرياس وباقي المجموعة اللي احنا تحدثنا عنها. وان شاء الله تعالى تكون المعلومة مبسطة مدعمة بصور كثيرة، مدعمة ببيانات واضحة، جداول، أشكال، فيديوهات قدر الإمكان، حتى يكون إن شاء الله تعالى محتوى المقرر ميسر لجميع طلابنا الكرام ومشوق ليهم لاكتساب معارف ومعلومات علمية جديدة عن هذا العلم، ويستكملوا دراسته زي ما قلنا بمحاضرات أكثر عمقا وأكثر تحديدا وتفصيلا لهذا الجهاز المعجز الذي ما زلنا نكتشف عنه بعض الأسرار ويحل لنا بعض المشاكل، خصوصا الأمراض المتعلقة بالغدد الصماء.
نبدأ بالتعرف على التآزر الكيميائي، الصورة الجميلة اللي دايما بنحاول نستعين بها من عمل بعض الزملاء الكرام. بنقول عندنا إن ما هو المقصود بكلمة تآزر كيميائي؟ المقصود بيبقى عندي عدد من الغدد الصماء بتفرز مجموعة من المركبات الكيميائية تسمى هرمونات، وهذه الهرمونات تسير في الدم، ده مجرى الدم أو أحد الأوعية الدموية كمثال. تسير هذه المركبات اللي لها أشكال مختلفة وألوان مختلفة، شكل مثلث، شكل مربع، شكل دائري، عشان نبين إن دي مجموعات مختلفة من المواد الكيميائية والهرمونية، لها طبيعة كيميائية مختلفة ولها تركيب كيميائي مختلف، وده اللي بيدي عندنا ميزة أو بيعرفنا إن عندي حاجة اسمها في جسمي خلايا مستهدفة وخلايا غير مستهدفة. هذه المواد تسير في الدم زي ما هنشوف ونكرر أكتر من مرة، ولكن زي ما قلنا دي مقدمة عشان تفتح لنفسنا كده هنفهم القصة ماشية ازاي. هذه الخلايا لو قلنا خلايا مستهدفة بلاقي في تراكيب عليها بأشكال مختلفة تتوافق مع هذه المواد، دي اللي بتسمى المستقبلات، تمام؟ فالمستقبلات طالما موجودة فهيبقى عندي ايه؟ فهيبقى عندي الخلايا جاهزة ومستعدة لما يتم إفراز المواد الكيميائية اللي هي الهرمونات وتمشي في الدم تتعرف على الخلية اللي رايحة لها بالرسالة من خلال هذا المستقبل المتوافق تماما. فلاقي خلية عندي هنا لا توجد عليها مستقبلات لهذه النوعية من الهرمونات أو الأنواع اللي احنا عندنا، فهقول عليها إيه بقى؟ هقول عليها خلايا غير مستهدفة. نلاحظ تاني ونركز مع بعض، هنا عندي مثلا تركيب مثلث وتركيب مربع، دول ليهم مستقبلات هنا، في تركيب مستدير ليه مستقبلات هنا ومش موجودة هنا، وبالتالي تنوع الخلايا اللي موجودة عندي المستهدفة ممكن يكون في نوع واحد من المستقبلات عليها أو أنواع مختلفة من المستقبلات تبعا لنوع الخلايا المستهدفة وتبعا للرسائل اللي جاية لها أو المرسلة إليها من الغدد الصماء الموجودة في أماكن كتيرة في الجسم، وده إن شاء الله تعالى هنتحدث عليه بتفاصيل، ولكن دي المقدمة اللي بنقولها لطلابنا عشان يبقوا وإحنا بنتكلم في ذهنهم هذا الشكل اللي فيه حركة عشان يبقوا عارفين بنقول يعني ايه مستهدف ويعني ايه مستقبل ويعني ايه هرمون. ما هو التعريف لكلمة تآزر كيميائي والمقصود به؟ يتم التنظيم أو التآزر الكيميائي بين عمل الأعضاء أو أنشطة الجسم المختلفة، يبقى تنظيم أو تآزر كلمتين مرادفتين، عمل أعضاء وأنشطة الجسم المختلفة وخصوصا زي ما قلنا الأنشطة الأيضية والكيميائية، بواسطة جهاز خاص مكون من عدد من الغدد اللاقنوية، وده اسم مرادف لداخلية الإفراز وهنشوف فرق كده سريع نذكركم بيه، أو الغدد الصماء. يبقى بعض الكتب تقول غدد صماء، بعض الكتب هتقول داخلية الإفراز، بعض الكتب هتقول غدد لا قنوية، وكلهم معنى واحد هنعرف المعنى ده ليه، والتي سميت كذلك سميت بهذه الأسامي ليه بقى؟ للتفريق بينها وبين مجموعة أخرى من الغدد. في عندنا غدد أخرى موجودة عندي في الجسم تطلق إفرازتها عن طريق القنوات، فيبقى عندي غدد ليها قنوات وغدد لا يوجد لها قنوات. الغدد اللي لها قنوات دي بتسمى غدد خارجية الإفراز، تمام؟ مثل الغدد اللعابية، اللعاب الموجود في تجويف الفم عندنا واللي بيفرز سائل طول الوقت، السائل ده احنا بنبتلعه، في مجموعة من المكونات المهمة جدا من ضمنها انزيم اسمه الأميليز اللعابي بيساعد على عمليات الهضم، هضم النشويات، ولكن اللعاب اللي متجدد في تجويف الفم عندنا مهم جدا ان نفهم ان الغدد اللي بتفرزه ليها قنوات فبتفرزه في نفس المنطقة. فنشوف كده مع بعض الصورة اللي بتوضح الفرق ما بين الاثنين، هلاقي عندي انواع في انواع الغدد، غدد خارجية الافراز اللي بنسميها الغدد القنوية لها قناة، يبقى بيتم تكوين المنتج داخل هذه الغدد من خلال هذه الخلايا المبطنة ليها، وهذا الإفراز يتم إخراجه من
القنوات في المنطقة المجاورة مباشرة، يبقى هو له طريقة يقدر يوصل بها إفرازاتها لهذه المنطقة زي الغدد اللعابية والغدد العرقية اللي موجودة على الجلد وهكذا، يبقى بتفرز إفرازاتها من خلال القناة إلى السطح القريب. عكسها الغدد مين؟ داخلية الإفراز اللي هي لا يوجد لها قناة، مجموعة من الخلايا المصمتة القريبة من بعضها تقوم بتخليق برضو مادة كيميائية وتخزينها أو إفرازها مباشرة، ولا يوجد وسيلة لتوصيل هذه الإفرازات اللي هي مثلا هنسميها جزيئات الهرمون إلا عن طريق مين بقى؟ السائل الذي يدور في كل أجزاء الجسم. وهنا التمثيل عندنا بوعاء دم هو مستدير مثلا عشان يقول لي ده بيصل للمنطقة دي وده بيصل للمنطقة دي وهكذا. وبالتالي هنا هذه الغدد لا قنوية داخليات الإفراز أو صماء، صماء يعني إنها ملهاش اتصال بالعالم الخارجي إلا عن طريق الدم. لو الدم ده مش موجود أو الوعاء أو الأوعية الدموية دي فيها مشكلة هتبقى إفرازاتها لا تصل إلى مين؟ إلى الخلايا المستهدفة. يعتبر الجهاز الغدد الصماء هو ثاني الأجهزة التكاملية الكبيرة بعد الجهاز العصبي. ثاني الأجهزة التكاملية، تكامل يعني تناسق في العمل، بعد الجهاز العصبي اللي درسنا عنه معلومات في الجزء الأول من هذا المقرر، والذي يسيطر على نشاطات الجسم المختلفة وذكرنا هذا في وقته، حيث أن الغدد الصماء لا تمتلك قنوات زي ما شفنا، اتصالها الوحيد يكون مع الجسم بواسطة تيار الدم اللي هو بيمدها بالمواد اللازمة لتكوين الهرمونات ويأخذ منها الهرمونات لإيصالها إلى مختلف أجزاء الجسم. برضو صورة جديدة بنشوف هنا عندي آدي، لو تخيلنا إن دي غدد أو غدة صماء، خلايا 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 الشعرات الدموية تتخيلها، وهذه الشعرات الدموية تأتي لها بالمواد الخام عشان تكون الهرمونات. الهرمونات عبارة عن مواد كيميائية يجب تكون من مواد خام زي ما هنشوف مع بعض، وبالتالي بعد تكوينها هنعمل ايه؟ هنفرزها. فايه المكان؟ طالما انت اللي بتجيب لي اللي انا محتاجه من اكسجين ومواد خام وغذاء، هافرز فيك المواد اللي بكونها اللي هي الهرمونات لتصل الى مختلف اجزاء الجسم. هنا عندي الافرازات الكيميائية في الغدد خارجية الافراز، بنذكر ليها قناة وبالتالي افرازاتها بتكون في المنطقة القريبة من تكوين هذه الإفرازات زي اللعاب وزي الغدد العرقية، ودي كمان الإفرازات دي في غالبية الأحيان بتسمى إيه؟ إنزيمات وإفرازات خارجية، وهنا بتسمى في أغلب الأحيان هرمونات مع بعض الأسماء الأخرى اللي قد نتعرض لها في أثناء دراسة هذا الجزء إن شاء الله تعالى. ما زلنا طلابنا الكرام مع شرح مفهوم التآزر الكيميائي. تقوم الغدد الصماء بتخليق وتخزين وإفراز مواد كيميائية تعرف بالهرمونات. تخليق يعني تصنيع، تخزين في بعض الأنواع زي الهرمونات البروتينية والببتيدات، ثم إفراز هذه الهرمونات أو المواد الكيميائية إلى مجرى الدم، وهي عبارة عن رسل كيميائية. يبقى نبتدي ننوه عن الهرمونات ايه اهميتها ووظيفتها. عبارة عن رسل كيميائية، كيميائية طبيعة التركيب، رسل تحمل معلومات بأهداف معينة برسائل معينة الى خلايا مستهدفة زي ما شفنا وحنشوف ونكمل مع بعض. ثم تنقل بواسطة الدم، ده المجرى الوحيد او المكان الوحيد اللي بيتم إفراز هذه الرسل الكيميائية فيه، لأن الدم زي ما قلنا يصل إلى كل خلايا الجسم، ثم تنقل إلى بعض أجزاء الجسم، عشان كده ما نقولش إلى كل أجزاء الجسم عشان نكون عندنا دقة في الكلام العلمي. هذه الأجزاء يطلق عليها الخلايا المستهدفة. ليه؟ لأن زي ما شفنا في الأنيميشن الأول كان عليها تركيبات معينة تسمى مستقبلات لا توجد على خلايا أخرى، وتسمى هذه الخلايا الأخرى خلايا غير مستهدفة. يبقى الخلايا المستهدفة هيحصل إيه؟ لما تصل إليها هذه الرسل الكيميائية تنشأ استجابات فيسيولوجية محددة بإيه؟ محددة بمحتوى الرسالة الكيميائية وطبيعة الهرمون ونوع الهرمون وآلية عمل الهرمون و
إن شاء الله تعالى نستعرض هذا الكلام المهم بصورة موضحة ليكم مع بعضها، يبقى ده استكمالا لمفهوم التآزر الكيميائي. تمتلك هذه الغدد، ودي ميزة كبيرة جدا سبحان رب العالمين، جهاز إحساس وإشارة. جهاز إحساس عشان تشعر من خلال هذا الجهاز باحتياج الخلايا المستهدفة لهذه الهرمونات اللي هي خلقتها وخزنتها عشان تقوم بإفرازها على فترات أو أوقات معينة، وده له عوامل كتير هنتكلم عليها. عوامل عصبية تتحكم، عوامل داخلية، مستويات بعض المواد في جسم الإنسان أو الكائن الحي، ثم عملية تغذية رجعية ما بين الهرمونات اللي بتطلق وما بين الأهداف بتاعتها وما بين الغدد اللي بتطلقها، وهنتكلم على ده برضو في حينه. يبقى الجهاز الإحساس ده، وسبحان رب العالمين على دقته، حتى له علاقة بتوقيتات اليوم، الليل والنهار لبعض الهرمونات، والساعة البيولوجية، وحاجات كتيرة سبحان الله. ثم جهاز إشارة ينظم عملية إفراز الهرمونات من حيث كمان المدة والكمية، ده هي بتفرز بكميات قليلة جدا بالمايكروجرام في بعض الأحيان والميلي جرامز، وهذه الهرمونات كمان لازم تكون عندي المدة كمان اللي بتفرز فيها، كمان ليها تايمينج معين بيتحكم فيها ايه، طريق او عن طريق آلية التغذية الرجعية مع الخلايا المستهدفة ومع الاستجابات الفسيولوجية اللي بتحدث عندي. ودي عملية معقدة ولكنها منتظمة بصورة مذهلة عشان يحصل عملية تنظيم للكمية والمدة، لأن الكمية لو زادت عن وضعها الطبيعي أو قلت عن وضعها الطبيعي لأي سبب من الأسباب الغير طبيعية أو غير الطبيعية، هتحصل مشاكل مرضية عندي. كذلك المدة، لو زادت المدة أو قلت عن الوضع الفسيولوجي الطبيعي، هتحصل مشاكل مرضية بعضها خطير جدا. ولذلك في الحالة الفسيولوجية أو الطبيعية، هذه المجموعة من الغدد الصماء والعدد الكبير من الهرمونات التي تفرزها تحت رحمة الرحمن الرحيم، بما أوجده من تراكيب و نظم إحساس وإشارة وآليات تغذية رجعية وجهاز عصبي ينظم هذه العملية، ونحن نعيش في وفرة من الصحة والعافية الحمد لله، وربنا يشفي كل مريض يعاني من أي نوع من أنواع الخلل في أي منظومة من منظومات الحيوية في جسمه. تتحكم عدة عوامل كيميائية وعصبية، تمام، عشان جهاز الإحساس والإشارة ده يشتغل كويس في إفراز هذه الغدد، ويؤدي النشاط الزائد، وده اللي ذكرته، أو قلة النشاط، يعني عندي النشاط الزائد من ناحية الكمية وقلة النشاط برضو من ناحية الكمية أو المدة وعلاقتهم ببعض، لأي من هذه الغدد إلى حدوث اضطرابات معينة في بعض العمليات الحيوية الهامة للكائن الحي وظهور بعض الحالات المرضية. زي ما احنا شايفين عندي غدة صماء أو خلية من غدة صماء بتفرز الهرمون اللي هو باللون الأحمر الستار اللي ماشية دي في الدم، المفروض تذهب إلى خلية مستهدفة على سطحها يمثل تركيب اللي هو المستقبل. هذا الهرمون لما يصل، زي ما شايفين كده، الخلية المستهدفة بتعمل إيه؟ استجابات فيسيولوجية محددة، زي ما هنا في الانيميشن بتغير مثلا من اللون بتاعها، يبقى كانت في وضع واصبحت في وضع اخر في حال ارتباط الايه، او نجاح الارتباط ما بين الهرمون والمستقبل على خلايا بعينها، وهذه العملية مستمرة باستمرار. تحكمها ايه بقى؟ تحكمها آليات كثيرة من جهاز احساس واشارة له آليات التغذية الرجعية مع عدد من العوامل الكيميائية والعصبية تتحكم في الكمية والمدة الزمنية، وكل هرمون له فترة نصف العمر في بلازما الدم هنذكرها إن شاء الله تعالى وإحنا ماشيين مع بعض. طبعا الأنيميشن شغال عشان يبين لي إن هذه العملية تحكمها عمليات من العوامل الأخرى. نيجي في الصورة الثانية، آلية عمل الهرمون. احنا عندنا نبص كده على الصورة الجميلة دي بالراحة كده، الصورة دي بتقول لي في عندي الوعاء الدموي. طب ذكرنا ليه وبدأنا بالوعاء الدموي؟ عشان الوعاء الدموي ده أثناء سريان الدم المستمر طوال 24 ساعة ما بين القلب مختلف خلايا الجسم ورجوعه تاني أو مرة أخرى إلى القلب، بيقوم بنقل مواد كثيرة جدا، منها
المواد الأساسية الأكسجين والمواد الغذائية اللي الخلايا محتاجاها، وبياخد المواد الإسرافية اللي بتنتجها الخلايا نتيجة عمليات الأيض المختلفة والوظائف المتعددة التي تقوم بها الخلايا المختلفة. هنا عندي ذكرنا الدم بداية، لأن الدم بما أنه هو السريان السائل الوحيد لكل خلايا الجسم ويصل إلى أدق الخلايا وأبعدها في الرأس إلى القدم تحت، بتفرز فيه بعض المواد الكيميائية الهامة جدا جدا ليقوم بتوصيلها مع الوظيفة الرئيسية الأكسجين والمواد الغذائية والمواد الإسرافية. يبقى هنا مجرى الدم، مجرى الدم أو الوعاء الدموي تفرز فيه مجموعة من هذه المواد الكيميائية، أهمها وأشهرها دراسة لغاية دلوقتي اللي هي الهرمونات التي تفرز من خلايا غدد صماء مختلفة. هنا عندي في الرسم مثلنا خلايا لبعض خلايا الغدد الصماء المختلفة، عشان نقول هذه الخلايا تفرز هرمونات بهذا الشكل، وهذه الخلية تفرز هرمونات بشكل آخر، والخلية الثالثة مثلا مثال لهرمونات بشكل مختلف. لما بيفرزوا في الدم كل واحدة نزلت الايه المركب بتاعها في الدم، يبقى ده احد الافرازات اللي بينقلها الدم. هل في افرازات اخرى؟ في بعض الخلايا العصبية اللي احنا درسناها مع بعض في الجزء الاول، بعض الخلايا العصبية تفرز هرمون او مادة كيميائية مشابهة للهرمون، والعلماء قالوا هنعتبرها هرمونات ونسميها هرمونات عصبية، نسبة الى انها يتم تكوينها في خلية عصبية، والخلية العصبية زي ما احنا شايفين من ناحية الشكل والتركيب والوظيفة طبعا تختلف عن خلايا الغدد الصماء. دي خلايا اللي نسميها مجموعة من الخلايا الإفرازية، ودي خلايا عصبية، بس زودنا عليها هنا اسم جديد خليناها خلايا عصب إفرازية تفرز هرمونات. طب ليه قلنا عليها كده؟ لأن المادة التي تفرزها تنتقل إلى الدم. شايفين هنا عندنا شوية شكلها زي حباية الفاصوليا عشان نفرقها عن الهرمونات اللي من الغدد الصماء. الإفرازات الهرمونية أو العصب هرمونية تفرز أيضا في الدم. يبقى بعض الأعصاب بتستغل الدم كوسيلة لنقل مواد كيميائية بتفرزها، ودي الوصلة المهمة ما بين جهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء في منطقة هنتعرف عليها لاحقا اسمها منطقة تحت المهاد. يبقى هنا عندي اللي بيفرز في الدم الغدوتي مركبين مهمين جدا، مجموعة من الهرمونات المختلفة وهرمونات عصبية من خلايا عصبية. هنا عايزين نفرق ما بينها وما بين النواقل العصبية، وكنا شرحنا في المحاضرة السابقة النواقل العصبية مواد كيميائية أخرى، ولكن وفي بعضها مشابه في التركيب تماما للهرمونات، ولكن تفرز في مناطق محددة اللي هي مناطق إيه بقى؟ مناطق تشابكات عصبية ولا يتم إفرازها في الدم، تمام؟ ولذلك تأثيرها مختلف ووظيفتها مختلفة. ولكن هنا بنتكلم على الآلية عشان نفهم قصة الرسل الكيميائية بمجملها، وهنتكلم تفصيلا عن كل حاجة بعد كده إن شاء الله تعالى. طيب هنا تم الإفراز في الدم، الدم يسير إلى أن يصل إلى إيه بقى؟ إلى مجموعة من الخلايا المستهدفة، وكل خلية مستهدفة هنشوف موجود كمثال عندنا مستقبل، يا إما موجود على الغشاء الخلية يا إما بيبقى موجود جوه السيتوبلازم أو النواة. هذا المستقبل مناسب للهرمون المستدير، هذا المستقبل مناسب للهرمون المثلث، هذا المستقبل مناسب للهرمون المربع. يبقى أنا عندي كل واحدة من دول عرفت توصل الرسالة الكيميائية لمين؟ للخلية المستهدفة. كذلك ما نسيناش الهرمونات العصبية اللي بتفرز في الدم، برضو بتشتغل بنفس الطريقة على خلية مستهدفة موجود عليها الغشاء الريسبتور أو المستقبل، متوافق تماما تركيبيا مع مين؟ مع الهرمون العصبي، حتى تستجيب هذه الخلايا المستهدفة تستجيب باستجابات فسيولوجية محددة تبعا لنوع الرسالة الكيميائية، ويتحكم في هذا الأمر من ناحية المدة والكمية جهاز حساس وإشارة من أهم الآليات المستخدمة، آلية التغذية الرجعية مع بعض العوامل الكيميائية والعصبية اللي تباعا هنوضحها وإحنا ماشيين.
طيب هنستعرض سريعا أهمية هذا التنظيم وليه إحنا بندرس التفاصيل دي. إن نقص أحد الهرمونات، نقص أحد الهرمونات يعني عدم وجوده في الدم، عدم إفرازه أو إفرازه بكميات قليلة، يعطل وظائف فسيولوجية مرسومة له اللي هي كان بيحملها برسالة معينة. طبعا من مين؟ من قبل الخالق عز وجل. ودائما وأبدا بنتعلم العلم عشان نزداد إيمانا ويقينا، ونقول سبحان رب العالمين على هذه الآيات اللي احنا بنراها في الخلق، بالذات الناس بتدرس بيولوجي، والتي لا تتم إلا بوجود الهرمون كما نظمها الخالق سبحانه وتعالى، مما قد يؤدي إلى ظهور أمراض بعضها يشكل خطرا على الصحة العامة والحياة، مثل عندنا مثالين عندنا عجز غدة البنكرياس، وهي غدة رئيسية تفرز مجموعة من الهرمونات والإنزيمات. لكن دعونا نتحدث عن الهرمونات. تفرز هرمون شهير كلكم تسمعوا عنه، هرمون الإنسولين. هذا الهرمون يؤدي إلى تنظيم مستوى السكر في الدم. طب إذا عجزت الغدة عن إفراز هرمون الأنسولين، هذا يؤدي إلى إيه؟ عدم قدرة خلايا الجسم المختلفة من الاستفادة من جزيئات الجلوكوز اللي هو سكر الدم الواردة من الطعام اللي إحنا أكلناه وهضمناه وامتصناه، والخلايا مستنياه، ولكن الأنسولين اللي بيساعد في استفادة الخلايا وييسر انتقال الجلوكوز إلى الخلايا غير موجود أو عنده نقص، فيحصل إيه بقى؟ يتراكم الجلوكوز في الدم وحول الخلايا دون الاستفادة منه، ويؤدي هذا التراكم غير الطبيعي في الدم إلى ارتفاع مستواه والإصابة بداء السكري البولي، تمام، أو داء السكر، الذي إذا استمر في الشخص المصاب بدون انضباط، يعني علاج أو تدخل لتنظيم هذا العمل أو علاج العجز في نقص الأنسولين، يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل والعياذ بالله تصلب الشرايين، اعتلال القلب، اعتلال الأعصاب، وتلف الكليتين وخلافه. يبقى ده نموذج لمضاعفات مرض السكر، شبكية السكري في العين، مشاكل الأسنان، أمراض قلب، مشاكل كثيرة لأعضاء أخرى موجودة في جسمي نتج هذا الخلل أو الاعتلال نتيجة إيه؟ بس عجز في إفراز هرمون معين و عدم قدرة الجسم على الاستفادة من سكر الدم، وتراكم هذا السكر غير الطبيعي أدى إلى مع الوقت طبعا لظهور هذه الاعتلالات، وده اللي بيكون له سبب مهم جدا. عشان كده بنفهم بقى القصة دي، وفي علم طبعا في كلية الطب علم الغدد الصماء وعلاج الغدد الصماء وله متخصصين. مثال آخر، عجز الغدة الدرقية. والغدة الدرقية أحد الغدد الرئيسية الموجودة عند الإنسان والفقريات، بتنتج هرمونات مهمة جدا في عمليات الميتابوليزم أو الأيض والنمو. إذا عجزت الغدة الدرقية، كما ادينا مثال عن عجز البنكرياس، عجز عن إنتاج وإفراز هرمون ثيروكسين بصفة عامة، يؤدي إلى اضطراب شديد في عمليات الأيض، اضطراب شديد في عمليات الأيض، ويؤدي ذلك إلى ظهور أعراض مرضية مثل الخمول، بطء الحركة، عدم القدرة على التفكير والتركيز. طبعا دي الحالة لما بتزيد في شدتها، شعور بالإجهاد، تورم الوجه والأطراف، أعراض كثيرة جدا نتيجة قلة إفراز الهرمون أو عجزه لأي سبب من الأسباب. وسوف نتعرض بإذن الله في هذا المقرر إلى تفاصيل تتعلق بهذا الموضوع الهام. برضو صورة كده عشان طلابنا الكرام يعرفوا علامات وأعراض قصور الغدة الدرقية، في عوارض عامة وفي عوارض محكمة في مناطق معينة، في عملية ذهنية بتتم، في القلب بيتأثر، الجلد، الجهاز التناسلي، الأطراف، زي ما شايفين برضو تأثيرات اعتلالية متعددة على أعضاء و أجزاء من الجسم كما كان للسكري. وبالتالي هذا العلم مهم جدا، ودراسة التأثيرات دي وآلية عملها للهرمونات، ثم منها ممكن ربنا يهدينا إن شاء الله تعالى، أو هذا لحلول لبعض هذه الأمراض بعلاجات مختلفة. يبقى هنا برضو هنربط هذا الكلام بإيه؟ بالتآزر الكيميائي وأهميته في العمليات العامة الأيضية والكيميائية. الهرمونات لها تركيب كيميائي مميز مختلف من مجموعة إلى أخرى، هنتكلم عليه مع بعض.
والبداية هتكون مع خصائص الهرمونات بصورة عامة عشان نستعرض فيه أهم ما يميز هذه المركبات أو الرسل الكيميائية. خصائص الهرمونات، هذا الجزء أو الكلام اللي مكتوب في هذه الشريحة يعتبر تعريف واسع وشامل للهرمونات. إذا حد قال لك عرف لي الهرمون، ممكن تستخدم كل هذا التعريف أو جزء منه حسب طريقة صياغتك ليه أو فهمك للكلام اللي هنقوله مع بعض، وبحيث إنه يديك ما زي ما نقول كده معنى شامل لطبيعة هذه المركبات وطريقة عملها وتأثيراتها. الهرمونات هي مركبات أو رسل كيميائية، يعني الطبيعة كيميائية تشتغل من خلال معلومات محددة تنقلها من مناطق التخليق والإفراز من خلايا وأنسجة معينة متخصصة تعرف بالغدد الصماء. عند وصول إشارة فسيولوجية معينة لهذه الغدد فتقوم بإفراز ما تم تخليقه من بداخلها من هذه الرسل أو المركبات المسمى بالهرمونات، والتي قد تنتج من تغيير تركيز في بعض محتويات الدم. يعني الإشارة الفسيولوجية دي بندي مثال، بتكون الإشارة دي عشان هذه الغدة تفرز تنتج من تغيير تركيز بعض محتويات الدم مثل الكالسيوم والجلوكوز. الجلوكوز بيحفز عندي إفراز هرمون الأنسولين من البنكرياس، مستوى طبعا الجلوكوز في الدم أو مستوى الكالسيوم في الدم، هرمونات الغدة الجردرقية والغدة الدرقية، أو من وصول إشارة عصبية زي ما شفنا العلاقة بين الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء من خلال منطقة تحت المهاد وتحكمها في الغدة النخامية بجزئيها الأمامي والخلفي. ويتم نقل هذه الهرمونات بعد كده من خلال مجرى الدم. نبص هنا على الصورة عندنا عشان نطبق، الصور بتوضح عندنا وخير مثال. أدي الغدة الصماء كونت وخلقت وصنعت الهرمونات، جات لها الإشارة الفسيولوجية بتفرزها إلى مجرى الدم، وتسير هذه الهرمونات في مجرى الدم بأنواعها المختلفة تتحرك إلى أن إلى أن تصل إلى الخلية المستهدفة. والخلية المستهدفة هتتعرف عليها إزاي؟ هتتعرف عليها من خلال المستقبلات اللي شرحناها قبل كده، وبالتالي الرسالة الكيميائية المحملة على هذا الهرمون تأتي بأمر معين لهذه الخلية المستهدفة، الخلية الجسدية، وممكن تكون خلية غدة صماء أخرى زي تحكم النخامية الأمامية في الغدة الدرقية أو في الغدة الكظرية وخلافه. وزي ما احنا شايفين هنا عندي ممكن تكون الخلية المستهدفة أكتر من خلية موزعة في أعضاء متنوعة داخل جسمي. أهم حاجة أن يكون عندي المستقبل يتوافق تماما مع الهرمون. يبقى يتم نقلها في مجرى الدم إلى العضو أو الأنسجة المستهدفة حيث ترتبط وتتحد مع المستقبلات، وهذه المستقبلات طبيعتها التركيبية الكيميائية هي مواد بروتينية خاصة بكل نوع من الهرمونات، والتي بدونها لا يستطيع الهرمون أن يسلم رسالته. وبالتالي هذه هي جزئية مهمة جدا في تنظيم عمل الهرمون هنتكلم عليها في نهاية المحاضرة. ويبدأ نشاطه مع العضو المستهدف اللي الخلية المستهدفة جزء منه، وهذه المستقبلات موجودة على مكانين قلناهم قبل كده بنكرر عشان نحفظ مع بعض، يا إما تكون على الغشاء خارجية للهرمونات البروتينية بالذات وبعض الأحماض الأمينية، أو تكون داخل السيتوبلازم أو النواة، ودي الهرمونات الاسترويدية، وده هنشوفه مع بعض إن شاء الله تعالى تباعا. عرفنا الهرمون تعريف شامل بمكان إفرازه، بمكان انتقاله، بارتباطه بالمستقبلات. هنخش على معلومة زيادة، تقدر الإشارة إلى أن هناك بعض المواد التي لها طبيعة وطريقة عمل الهرمونات، وده حديثا تم اكتشاف بعض هذه المواد، وما زال يتم اكتشاف مواد أخرى تفرز من خلايا ليست بطبيعتها غدة صماء، ولكن المواد اللي بتفرزها يا إما في الدم يا إما تفرزها في السائل البيني اللي هو ما بين الخلايا. ووجد برضو أن هذه المواد ليها طبيعة في إرسال رسالة معينة مشابهة لدور الهرمونات،
فبعض الكتب بتسميها شبيهة الهرمونات، وبعض الكتب تطلق عليها صراحة هرمونات بيتم تكوينها وإفرازها من خلايا معينة في مناطق محددة في الجسم، استجابة لإيه بقى؟ لتأثيرات ومحفزات مختلفة، معظمها بيكون خارجية، سوري معظمها بيكون داخلية وليست خارجية. منها هرمونين في كلام كتير عليهم حديثا في السنين الماضية، يفرزان من مناطق عديدة في الجسم، وهما البروستاجلاندين والليبيتين. والبروستاجلاندين والليبيتين ركزنا واتكلمنا عليهم هنا مباشرة بعيدا عن الهرمونات اللي قلنا هنتكلم عليها في الجزء الخاص بالغدد الصماء في الفقريات، يعني هرمونات الدرقيه والنخاميه لانه ذكرنا قبل كده ان هرمونات الغدد الصماء الكلاسيكيه خلاص دي ثابته وعارفينها ومن زمان معروف طبيعتها وتركيبها ووظائفها، وان كان بيستجد بعض الحاجات ولكن معظم المعلومات معروف عنها. المركبين دول فيهم ابحاث كتيره في السنين الاخيره لهم اهميه في حدوث بعض التأثيرات الفسيولوجية، بعض الظواهر المرضية في زيادة الالتهاب أو تقليل الالتهاب، في تأثير على الأيض واستهلاك الطاقة، وبالتالي حبينا نعرفكم بيهم عشان طلابنا الكرام يبقوا برضو عندهم معلومة إيه المواد اللي ممكن تشتغل كهرمونات أو شبيهة الهرمونات وتم اكتشافها حديثا. البروستاجلاندين إيه قصته؟ البروستاجلاندينات هي مجموعة مش واحد بس، كذا مركب لهم نفس الشكل الكيميائي أو التركيب الكيميائي ولكن مع اختلافات بسيطة وأماكن إفرازهم. تفرز بكميات قليلة من معظم أنسجة الجسم وليس من غدة صماء محددة. يبقى هنا عندي ذكرنا أهو الفرق الكبير ما بينها وما بين الغدد الصماء الكلاسيكية، وتعتبر من الهرمونات التي تؤثر في مكان إفرازها، يعني لوكال هرمون أو لوكال إفكت، مكان إفراز هذه البروستاجلاندينات من بعض الخلايا في مناطق معينة في جسمي بتشتغل جنبها على طول، بتشتغل في المنطقة فين؟ في السائل. هي طبعا غدد برضو ليس لها قناة عشان ما نتلخبطش، لكن بتفرز في السائل البيني اللي موجود ما بين خلايا الجسم، وبعضها بيفرز في الدم، ولو أن بعضها يمكن أن ينطلق من مكان الإفراز إلى الدورة الدموية مثل باقي الهرمونات. وهي عبارة عن في تركيبها عبارة عن ليبيدات، تركيبها الكيميائي هرمونات ليبيدية أو استرويدية، تكونت من مين؟ من الأحماض الدهنية، تمام، وهنشوف ده في آخر المحاضرة. البروستاجلاندينات المجموعة زي ما احنا شايفين عندي هنا في الشكل ده، شكل سريع كده عشان نوضح، في عندي أنواع مختلفة، البي جي 1 بروستاجلاندين 1 بروستاجلاندين 2 بروستاجلاندين 3، وما زال بعض المركبات بيكتشفوها او بيصنفوها مع هذه المجموعه، ولكن دول اشهرهم لغايه دلوقتي تم الحديث عن تاثيراتهم وطريقه العمل في بعض الاحيان اللي هي ليها علاقه ب زي ما هنقول كده تحكم في بعض الامور زي وظائف عديده، منها التحكم في افراز بعض الهرمونات الاخرى، كما ان لها علاقه بعمليه تجلط الدم وايضا بعض الوظائف المرتبطه بالتكاثر. من تأثيراتها العديدة في الجسم أيضا دورها في استجابة الأنسجة للإصابات وتكوين أو زيادة الالتهابات أو تقليل من الالتهابات، يعني بتعمل الحاجة وعكسها حسب نوع البروستاجلاندين. ومن المعروف أن تأثير العقاقير المضادة للالتهابات مثل الإسبرين الشهير، هذا الإسبرين بيشتغل على تثبيط تصنيع البروستاجلاندينات وبالتالي بيؤدي إلى الإقلال من الالتهابات، وده الميكانيزم اللي العلم قاله لنا. سريعا جدا عشان زي ما قلنا المعلومة بس بنعرفها، مثلا البي جي 1 من بروستاجلاندين 1 بيسبب ايه؟ زي ما انتم شايفين كده ده الصورة، ده وعاء دموي بيعمل اتساع للوعاء الدموي بيزيد من القطر بتاعه. هشوف البي جي 2 بيعمل العكس، بيقلل من انقباض الوعاء الدموي، تمام. طيب ننتقل الى موضوع الالتهاب، البي جي 1 بيقلل من الالتهابات، البي جي 2 بيزيد من الالتهابات. بالنسبة لتجلط الدم وقلنا له علاقة بعمليات تجلط الدم، البي جي 1 بيقلل من فرص تجلط الدم داخل الأوعية الدموية، البي جي 2 بيزود من فرص تجلط الدم وإحداث جلطة دموية داخل الأوعية الدموية، كويس. البي جي 3 مش واضح دوره في موضوع الأوعية الدموية، ولكن له دور برضه مماثل البي جي 1 في تقليل الالتهابات، بس مش معروف الميكانيزم بتاعه إيه أو الآلية. يبقى دي فكرة عامة عن البروستاجلاندينات
الأشهر حاليا وبعض التأثيرات. ولا ننسى احنا بندرسها ليه او بنعرف معلومة عنها ايه؟ لانها ليها طريقة عمل مثل الهرمونات شبيهة بيها في ارسال او حمل رسالة كيميائية، ولكن تعمل في مناطق محددة، قلنا لوكال مناطق محلية من بعض الخلايا اللي تم اكتشاف انها بتفرزها، وعرفنا التركيب الكيميائي وبعض الوظائف عنها. المركب الثاني اللي هو شبيه بالهرمونات اللي هو الليبيتين. ايه قصه الليبيتين؟ الليبيتين هرمون بروتيني، خلي بالنا هرمون بروتيني، رغم ان بيتم انتاجه وافرازه من النسيج الدهني الاديبوز تيشو خاصه النوع الابيض، ويتم افرازه في الدم، يعني بيمشي مسافات ويشتغل على خلايا مستهدفه بعيده، يبقى ده اختلاف بينه وبين البروستاجلاند. تؤدي زيادة كمية النسيج الدهني، بما انه مرتبط افرازه بوجود نسيج دهني، يبقى كلما زاد النسيج الدهني في جسمي زاد تركيز الليبيتين، مما ينتج عنه خفض استهلاك الطعام. له دور مهم جدا في هذا الامر، هنشرحه مع بعض سريعا ونوضحه. يلعب الليبيتين دور هاما في استهلاك الطاقة وتنظيم استهلاكها. منين؟ من المواد الدهنية، بما انه بيفرز منطقة دهنية فبيشتغل على المكان اللي هو برضه بيفرزه بطريقة مباشرة او غير مباشرة، بيلعب دور هام في استهلاك الطاقة، عارفين الطاقة اللي هي الانرجي سورسز او مصادر الطاقة الموجودة بتخزنها في جسمي، وتنظيم استهلاكها على المدى الطويل، ودي نقطة مهمة، مش بيشتغل على المدى القصير، يعني محتاج فترات طويلة من الأيام حتى يصدر أو يظهر تأثيره المعين في هذا الأمر. بما في ذلك موضوع الشهية والتمثيل الغذائي والأيض. الشهية اللي هي القابلية على تناول الطعام والإحساس بالجوع على فترات معينة. هنلاقي بيعمل إيه الليبيتين؟ بالإضافة إلى ذلك يزيد هذا الهرمون من ضغط الدم ونبضات القلب، ودي بعض الدراسات الحديثة اللي مازال عايزين نكتشف بالظبط الآلية اللي بتعملها إيه. لكن احنا اللي اتعرف حاليا، يفترض حاليا ان هرمون الليبيتين له علاقة بالسمنة والبدانة، وابتدى الكلام عن الموضوع ده يبقى كتير وبيستخدم، وفي بعض انظمة التخسيس بتستخدم هرمون الليبيتين، حيث يؤثر على مستقبلات خاصة في الدماغ. الدماغ اللي هي ايه؟ المنطقة المهمة جدا، منطقة تحت المهاد اللي قلنا منطقة وصلة مهمة ما بين جهازنا العصبي والجهاز الهرموني، وهذه المنطقة فيها مراكز الجوع والشبع. ففي مستقبلات خاصة في منطقة تحت المهاد تتعامل، مستقبلات قلنا بقى ايه؟ دي اللي بترتبط بالمادة أو الرسالة الكيميائية، فهذه المستقبلات بترتبط بهرمون الليبيتين متخصصة له، لها علاقة بالشهية وتقليل الشعور بالجوع، تقليل الشعور بالجوع، وبالتالي تقليل من خفض استهلاك الطعام. تمام، وايضا من خلال تاثيره على ايض المواد الدهنيه في جسم الكائن اللي هيستهلكها في استهلاك في اصدار الطاقه، من ثم فهو يقوم بتنظيم وزن الجسم من خلال تنظيم وزن وحجم الانسجه الدهنيه في الجسم هذا الشخص. في دراسات حديثه اتضح ان هرمون الليبيتين ايضا يلعب دورا هاما، وما زال عايزين تاكيد لمعلومات اكثر دقه، دورا هاما في خفض معدل السكر في الدم، معدل السكر في الدم، وابتدى يبقى فيه رأي لهذا السبب، قد يكون مش قلنا أمر مؤكد، البديل المناسب للناس اللي عندها نقص في إفراز الأنسولين مرض السكر من الدرجة الأولى، إنه الليبيتين يكون بديل في استخدام السكر العالي في الدم، لأن بيكون الأشخاص اللي عندهم نقص في الأنسولين عندهم مشكلة في السكر يبقى عالي في الدم. بعض التأثيرات اللي بعض الأبحاث نشرتها، هنشوف تأثير واسع قوي للليبيتين، تأثيره على الغدة الدرقية زي ما قلنا بيساعد في بعض أمور أو تنظيم بعض أمور الهرمونات، بيساعد في تنظيم تخليق هرمونات الدرقية، وبالتالي الهرمونات الدرقية لها دور مهم جدا في عمليات الأيض والنمو، وده هيبقى عندنا القصة الخاصة بالتمثيل الغذائي والأيض من خلال تأثير غير مباشر على الغدة الدرقية اللي هرموناتها بتؤثر بصورة مباشرة على الأيض
ومعدل استهلاك الطاقة. كمان البنكرياس بيعمل ايه مع البنكرياس؟ بيقلل ايه السهم زي ما شوف نازل كده، يقلل من تأثير الجلوكوز على إفراز الأنسولين من البنكرياس. الجلوكوز هو اللي بيأثر على الأنسولين عشان يفرز عشان يبتدي يهبط. لو أنا ما عنديش أنسولين فالجلوكوز مش هيعمل حاجة، فلو إن الليبيدين هو بيقوم بدور عمليات الميتابوليزم أو الأيدل الجلوكوز. يزيد من نبضات القلب. إيه الآلية؟ لسه نفهم إن شاء الله. يساعد في تنظيم حجم العظام من خلال عمله مع هرمون النمو. يساعد في تنظيم الدورة الشهرية للإناث. يساعد في تنظيم الشهية اللي احنا قلنا عليها من خلال تأثيره على مين؟ منطقة تحت المهاد في الدماغ، والتحكم في الأيض واستهلاك الطاقة. تنشيط لبعض الخلايا المناعية أثناء الاستجابات المناعية ضد أنتيجينات معينة. كمان بيزيد من ضغط الدم. يبقى تأثير واسع للليبيتين على أعضاء وأجهزة معينة في جسمنا، وقلنا إنه مكان إفرازه النسيج الدهني الأبيض وليس غدة صماء بعينها، ولكن زي ما شايفين تأثيره المنتشر وله علاقة بعملية الشهية والتحكم في استهلاك الطعام واستهلاك الطاقة. عرضنا الهرمونين دول ليه أو أشباه الهرمونات دول ليه عشان نبين إن إحنا قدام موضوع مهم وكبير، قصة الغدد الصماء والهرمونات لا غير مقتصرة على الهرمونات الكلاسيكية والغدد الأساسية، ولكن المواد اللي بيتم اكتشاف حديثا وجودها وحملها لرسائل كيميائية تعمل على تنظيم بعض الوظائف الفسيولوجية في جسمنا، مهم جدا ان احنا نعرفها ونتابع هذا الموضوع. ما زلنا مع خصائص الهرمونات، هنذكر مع بعض نقاط سريعة كده. الهرمونات تفرز مباشرة إلى مجرى الدم، ووضحنا هذا الأمر سابقا. تفرز بكميات دقيقة أو قليلة، ودي من نعمة ربنا علينا. إن الهرمونات زي ما احنا هنشوف هي عبارة عن مواد كيميائية تركيبها من المواد الخام اللي بنحصل عليها من الطعام اللي بناكله وبنهضمه وبنمتصه. يعني لما أقول هرمون بروتيني، بروتين يعني ايه؟ يعني احماض امينيه مع بعضها كتيره ومربوطه مع بعضها تتخلق في الخلايا المسؤوله عن هذا الامر. هذه الهرمونات لو الاحماض الامينيه مش متوفره بالكميات المناسبه مش هيتم تخليقها. طب لو الهرمونات الجسم بيحتاجها بكميات كبيره هيحصل ايه؟ هيحصل ان انا بستهلك جزء من الاحماض الامينيه اللي المفروض لما انا بتناول الطعام بتخش في بناء خلايا جسمي، هستهلكها في تكوين هذه المركبات. تحمل بالدم إلى مواقع العمل والتأثير، يبقى هنا كمان بنأكد على معلومة انتقالها. قادرة، نبص بقى وننتبه، قادرة على تسريع أو إبطاء ردود الأفعال الخلوية المعينة. ردود الأفعال الخلوية المعينة اللي هي وظائف الخلية، وهي وظائف متعددة. خلية الكبد لها وظائف كتيرة جدا، الكلية، القلب، كل خلية في جسمي لها وظائف رئيسية ثم بتتكامل مع وظائف الخلايا والأعضاء الأخرى. هنا بنقول قادرة على تسريع وإبطاء. بما إن هي رسل كيميائية يبقى الرسالة بتاعتها تنحصر في زيادة أو إسراع رد الفعل الخلوي أو إبطاء أو إعطال رد الفعل الخلوي. بمعنى إن الهرمونات لا تبدأ أي عملية أو تفاعل، لا تبدأ أي عملية. اللي بيبدأ العمليات والتفاعلات الكيميائية الإنزيمات دائما، ولكن الخلية بتكون شغالة وبتعمل الشغل بتاعها، لكن في أوضاع معينة وحالات معينة بيجي إشارة إن الخلية دي المفروض تزيد من معدل العمل بتاعها. زيادة يبقى هنعمل إيه؟ رسالة هرمونية. أو وقت معين الخلية المفروض تبطئ أو تقلل من الوظيفة بتاعتها، مش توقفها، تقلل. هنخش في العنصر الثاني اللي بتيجي بيه الرسالة وهو إبطاء الخلية. يبقى الهرمونات لا تبدأ عملية أو تفاعل كيميائي أو وظيفي داخل الخلية، لأن بكرر الخلية يجب أن تكون في حالة وظيفة مستمرة. مفيش خلية عطلانة ونايمة مستنية الأمر يجي لها تشتغل أو تبطل شغل. خلية تبطل شغل دي تبقى ماتت. الخلية شغالة، ولكن في أوقات فسيولوجية معينة، نشاط عالي، مجهود، حالات طوارئ، حالات محفزات، مطلوب إسراع وزيادة في العمل. مين اللي هيقول لها وينظم؟ الرسالة الهرمونية، سرعي وزيدي. أو هنرجع تاني للوضع الطبيعي، قول لها قللي من حجم الوظيفة، ولكن لا يوجد إيقاف لهذه الوظيفة.
الهرمونات ليست انزيمات، وبذلك بننفي عنها الصفة الخاصة بدور الانزيمات وتركيبها او انزيمات مساعدة، يعني ليست انزيمات او انزيمات مساعدة، حيث انهم لا يزودون الطاقة. اللي بيزود الطاقة مين؟ التفاعلات الانزيمية. من خلال ايه؟ من خلال عمليات الاكسدة اللي بتتم داخل الميتوكوندريا بوجود الاكسجين لاطلاق طاقة في شكل ATP تخزن حتى تستهلك. تخزن حتى تستهلك، شوف بكرر الكلمة اهو طلابي يصحوا، حتى تستهلك. مين بقى اللي هيعمل زيادة في استهلاكها او ابطاء؟ الهرمونات. لكن اللي هيكون الطاقة او مخزونات الطاقة الانزيمات. طيب لقينا ان في شبه بين الانزيمات والهرمونات في حاجتين اتنين، لا يحتاجها الجسم الا بكميات ضئيلة، بمعنى ان الانزيمات والهرمونات يحتاجهم الجسم بكميات ضئيلة، وقلنا الحمد لله لان تركيبهم الكيميائي لا يستهلك كثير من الطعام اللي احنا بناكله ونمتصه. كمان من ميزة الجميلة، بما انها يحتاجها الجسم كميات ضئيلة فيعاد استخدامها، اللي هم بيسموها الريسايكلينج، بمعنى لا تستهلك اثناء تفاعلها كعوامل محفزة. يعني اثناء التفاعل الانزيم بيخش مع السبستريت او عميل الانزيم بيطلع منتج ويطلع انزيم تاني، الانزيم يخش في التفاعل تاني، وبالتالي اي كمية صغيرة ممكن تعمل لي عدة تفاعلات طالما لا تستهلك. نفس الكلام بالنسبة للهرمونات. عفوا، هل في اختلاف بين الانزيمات والهرمونات؟ طالما قلنا في تشابه، في اختلاف، في اختلاف برضو في نقطتين. الهرمونات مكان اطلاقها وانتقالها الدورة الدموية، الانزيمات لا، لان تفرز من خلايا خارجية الافراز تمتلك قنوات تفرز في المنطقة المجاورة ليها. الحاجة الثانية من ناحية التركيب، الهرمونات ليست جميعها بروتينات، بينما الانزيمات كلها بروتينات. الانزيمات كلها بروتينات، لكن الهرمونات هلاقي منها انواع مختلفه، منها بروتينات او عديدات البيبتيد او مشتقات لاحماض امينيه او استرويدات اللي هي اشباه الدهون او الدهون. طيب النقطه الثامنه، الهرمونات باستثناء القليل منها ليست نوعيه، اي لا يوجد بكل نوع حيوان او بكل نوع من انواع الحيوانات هرمونات خاصه به. ودي ميزه الحمد لله، بالذات في الفقريات العليا او الثدييات. مثلا هدي مثال، الانسولين اللي هو بيستخدم في علاج مرض السكر النوع الاول. الانسولين ده بعض المرضى بتاخده حقن، الحقن دي عباره عن انسولين مستخلص منين؟ من بنكرياس الاغنام والخنازير. بما ان الانسولين في هذه الحيوانات نفس التركيب، نفس الطبيعه في العمل، نفس الدور اللي بيعمله تقليل مستوى الجلوكوز في الدم. طب تخيلنا بقى لو الانسولين اللي لازم نحصل عليه يكون من بني ادمين، هتبقى عندنا مشكله كبيره جدا، لان ازاي هنحصل على انسولين بني ادمين اصحاء عشان نحكم بيه بني ادمين مرضى، والاصحاء عندهم ما يكفيهم وقدر الحاجه، لان الجسم بيفرزها بكميات دقيقه او قليله. ولذلك من نعم ربنا علينا سبحانه وتعالى انه اوجد هذه الوظيفه متسعه، وهذه الهرمونات بتراكيب مشابهه في بعض الحيوانات حتى تفيد الانسان، والعلم اللي وصلنا لكده والحمد لله رب العالمين. بعض الهرمونات لا يقتصر تأثيره على نسيج معين، بمعنى مش بيتكلم عن هدف واحد، لا، عنده أهداف متعددة داخل الجسم، وإنما يكون له تأثير على عدة أنواع من الخلايا والأنسجة. مثال هرمونات غدة القذر، وبالذات هرمونات قشرة القذر، وهنتكلم عليها في حينها. وإن كان البعض الآخر يظهر نوعية عالية بالنسبة لأنسجة معينة، يعني له أهداف معددة بالذات في منطقة المناسل، مثل الهرمون المنبه لتكوين الحويصلة في مبيض الإناث. ده تلخيص أو فكرة عامة للخصائص الهرمونات، هذه الرسل الكيميائية، وأرجو أنها تكون واضحة وسهلة لكم إن شاء الله تعالى. عندنا يتم تنظيم تأثير الهرمون، شوفوا الكلمة، تنظيم تأثير الهرمون على مين بقى؟ على العضو المستهدف، عن طريق أربعة عوامل هنقولها مع بعض سريعا، ونذكر في بعض الحاجات اللي احنا درسناها مع بعض في الجزء الأول وفي هذه المحاضرة. أول عامل مهم عندي طبعا معدل تخليق الهرمون وإفرازه من الغدة الصماء. نبص على الشكل اللي عندنا اللي بنستعين به، آدي خلايا غدة صماء. لو خلايا الغدة الصماء دي قادرة على تخليق
الهرمون وتصنيعه وإفرازه. يبقى هنا عندي كمية الهرمون المطلوبة موجودة، الغدة نجحت في أداء أول حاجة مهمة اللي هي تخليق الهرمون وإفرازه. طبعا بنقول هنا معدل، يعني إيه؟ اللي هو الكمية المطلوبة حسب الحاجة من الإشارة اللي جاية. في إشارة بتيجي تقول لها طلعي كل اللي عندك، أو طلعي جزء، أو طلعي جزء وجهزي جزء وطلعيه بعد شوية. كل ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن إشارة جاية لتنظيم معدل وإفراز. يبقى إذا كان العامل الأول سليم ومتوفر من ناحية غدة صماء سليمة، لا يوجد فيها مرض، لا يوجد فيها خلل، فبتفرز الهرمون أو بتخلقه وتفرزه بالكميات الفسيولوجية المظبوطة. ليه بنذكر العامل ده؟ لأن ممكن عندي تكون الغدة الصماء دي مصابة بخلل وراثي أو خلل نتيجة إصابة معينة، هيكون معدل التخليق منخفض ومعدل الإفراز منخفض، أو معدل التخليق عالي ومعدل الإفراز عالي. لو الغدة دي مثلا فيها ورم سرطاني متضخمة في الحجم وبتعمل إفراز غير منضبط، يبقى التنظيم له علاقة بمعدل التخليق والإفراز من الغدة الصماء وفق الحالة الفسيولوجية. طيب العامل الثاني، وجود الجهاز الملائم لنقله في بلازما الدم. عرفنا ان المصدر الرئيسي لنقل هذا الهرمون اللي تم تخليقه وافرازه بصورة طبيعية، يعني العامل رقم واحد تحقق، العامل رقم اثنين هو عايز او الغدة الصماء عايز الهرمون يصل الى مين؟ الى الخلية المستهدفة. الوسيلة وجود مين؟ وجود وعاء دموي صالح، وجود وعاء دموي لا يوجد فيه جلطات، وجود وعاء دموي يصل إلى الخلية المستهدفة، وبالتالي وسيلة النقل أو الطريق جاهز وممهد عشان الهرمون يوصل. في بعض أنواع الهرمونات خصوصا هرمونات الدرقية وهرمونات الاسترويدية، لو دققنا النظر هنشوف عندي هنا مربع كده بنسميه ايه؟ حامل بروتيني. هذا الحامل البروتيني مخصص ل، شايفين نوع هنا الهرمون، هرمون استرويدي او هرمون الدرقية، الاشارة شكلها مختلف، لان هذه الهرمونات لا تستطيع ان تجري في مجرى الدم او تسبح مثل الهرمونات البروتينية، لان الهرمونات البروتينية والبيبتيدية عندها القابلية انها تمشي على مجرى الدم مع بروتينات البلازما. بلازما فيها بروتينات ثلاثة، جلوبولين والبومين وفايبرينوجين، وبالتالي بروتين مع بروتين هنمشي، لكن الدهون لا تستطيع ان تمشي في الدم بسهوله، ولذلك بتحمل على بعض بروتينات البلازما زي الالبومين والالبومين والجلوبولين. يبقى ده الجهاز الملائم للنقل. يبقى خطوه رقم واحد اتحققت، خطوه رقم اثنين اتحققت. طيب ايه الخطوه رقم ثلاثه او العام رقم ثلاثه؟ وجود المستقبل. وجود المستقبل فين؟ في غشيه الخليه المستهدفه أو داخلها. هنا عندنا المثال إن المستقبل، شفنا أمثلة للموجود على الغشاء، هنا الخلية المستهدفة المستقبل موجود داخل النواة. أدي النواة وأدي المستقبل وأدي الهرمون لما وصل ارتبط بمين؟ بالمستقبل اللي عندي. ثم المستقبل بيشتغل على الـ DNA، بيعمل استنساخ وترجمة للـ RNA المستخدم، ميسنجر RNA، وهنتكلم عن ده بالتفصيل، في تغيير في نشاط الخلية. شوف احنا هنا كاتبين ايه؟ تغيير في نشاط الخلية، ما قلناش بداية نشاط الخلية، مش هنرجعكم للجزء الخاص بخصائص الهرمونات، إسراع أو إبطاء في نشاط الخلية أو أي عملية حيوية. يبقى العامل رقم ثلاثة وجود المستقبل. نفرض لأي سبب من الأسباب هذه الخلية فقدت المستقبل، لأن المستقبل ده بيتصنع برضه لأنه بروتين، أو الخلية دي تم احتلال المستقبل بمركب مشابه للهرمون زي بعض الملوثات وبعض الأدوية، فيجي الهرمون الخطوة الأولى اتحققت والخطوة الثانية اتحققت والخطوة الثالثة مش لاقي المستقبل، يبقى هيتوقف تنظيم تأثير الهرمون على العضو المستهدف. رابع حاجة بقى، طيب الثلاث خطوات تم تحقيقهم، رابع حاجة تحلل الهرمون. الهرمون في النهاية لازم يتم تحليله بعد انقضاء فترة نصف العمر بتاعته حتى يزول التأثير، لأن التأثير المطلوب تم، التأثير المطلوب تم اللي هو التغيير في نشاط الخلية تم سواء بالزيادة أو بالإبطاء. طب هذا الهرمون يفضل؟ لا ما يفضلش، لازم يحصل له تحلل عشان يتم القضاء على
تأثيره المستمر، مش مطلوب له تأثير مستمر، وده طبعا بيعتمد على طبيعة الهرمون والرسالة، وده بيكون وظيفة مهمة للكبد وكليتين. وبعض المواد الخام لهذه الهرمونات تعود تاني للخلايا الغدد الصماء عشان تكمل تكوين وتخليق هرمونات جديدة وهكذا. يبقى الأربع عوامل دول مهمين جدا لتنظيم تأثير الهرمون على العضو المستهدف. ينبغي ملاحظة أن أي خلل أو تغيير في واحدة من العوامل زي ما شرحنا تؤثر على عمل الهرمون، يمكن أن يؤدي إلى إيه؟ حدوث تغيرات سريعة في مقدار نشاط الهرمون في النسيج المستهدف، سواء كان تصل الرسالة بسيطة، تصل الرسالة أو لا تصل الرسالة مطلقا، لو حدث خلل في أحد هذه العوامل الأربع. ما زلنا مع طبيعة وأنواع الهرمونات. تؤثر الهرمونات في كثير من العمليات الحيوية للخلايا المستهدفة. مثال سريع ونتكلم بعد كده أكثر تفصيلا المحاضرات القادمة، مثل النمو والتكاثر، وده اللي ذكرناه في الوظائف العامة للغدد الصماء في الجزء الأول، والقدرة على استخدام الطاقة، مش القدرة على تصنيع الطاقة، على استخدام الطاقة. تصنيع الطاقة ده بيكون من الإنزيمات، ونفاذية الخلايا، نفاذية الغشاء نفسه، الغشاء ده نفاذيته بيتحكم فيها بعض الهرمونات عشان تدخل مواد وتخرج مواد، وذلك بالتأثير في عمليات الأيض الخاصة لهذه الخلايا المستهدفة عن طريقين أساسيين، وفي تفاصيل هنتكلم فيها لاحقا. أول طريقة في عمل هذه العملية الهرمونات، أو تحفز الهرمونات أو تنبه عملية تخليق الإنزيمات في النواة، تنبه عملية تخليق الإنزيمات. إحنا اتفقنا الإنزيمات عبارة عن إيه؟ صح، بروتينات. والبروتينات دي بيتم تصنيعها فين؟ من خلال عملية مهمة جدا في أو على الدي إن إيه، استنساخ جين معين عشان إنتاج بروتين معين، ومعظم هذه البروتينات بتكون في شكل إنزيمات. الخلية من الداخل محتاجة عدد هائل من الإنزيمات حتى تقوم بوظائفها الحيوية، وباستمرار هذه الإنزيمات يجب تجديدها ووجودها بتركيزات معينة. يبقى بتحفز هذه الهرمونات من خلال الرسالة اللي جايباها، تنبه عملية تخليق الإنزيمات في النواة عفوا، وكذلك تنشيط الإنزيمات الخاصة في السيتوسول. وكمان في إنزيمات تانية موجودة متخلقة اوريدي أو موجودة لكن محتاجة تتنشط عشان تسرع من عملها، والتي تلزم للعمل كعوامل مساعدة لإتمام تفاعلات أو مسارات عمليات أيضية معينة. نبص على الشكل اللي جنبنا، شكل هنا دي خلية مستهدفة، ليه؟ لأن فيها مستقبل أهو ويتوافق مع الهرمون اللي هو جايب الرسالة الكيميائية. ده السائل خارج الخلية وده السائل داخل الخلية، يبقى ده السيتوسول اللي موجود عندي. ففي عندي حاجة اسمها ارتباط الهرمون بالمستقبل، نقل الرسالة. الرسالة دي سريعا، طبعا في تفاصيل في السهم ده ولكن مش هنقولها دلوقتي، نقولها بعدين. من ضمن الشغل اللي بتعمله هذه الرسل الكيميائية ان هي تستخدم داخل الخلية حاجة اسمها رسول تاني، انه ينقل الاشارة او الرسالة من الغشاء الى الداخل. بيقوم احد العمليات اللي بيقوم بيها تنشيط انزيمات موجودة للعمل ايه؟ كعوامل مساعدة للمساعدة في اسراع او تغيير النشاط داخل الخلية. ده فين؟ في السيتوسول. جزء تاني خاص بعملية التخليق للإنزيمات داخل النواة، وده اللي شفناه في الشريحة اللي قبل كده. تؤثر الهرمونات في عمليات انتقال خلال الغشاء طبعا، مواد معينة مثل السكريات وحديدة التسكر. الإنسولين فاكرين بيعمل إيه؟ يعني لو تخيلنا إن ده هرمون الإنسولين، لما بيرتبط مع المستقبل بيسمح بالغشاء بدخول السكر اللي هو متراكم هنا، والخلية مستناه عشان السكر ده هو اللي هيعمل لي ايه؟ تكوين لمصادر الطاقة من عمليات الأكسدة مع الإنزيمات اللي موجودة هنا. فلو ما دخلش الجلوكوز وما تمش الإسراع بإدخاله، الإنزيمات دي مش هيبقى لها شغل تعمله. طب مين اللي بيساعد في عملية نفاذ الجلوكوز؟ ارتباط الهرمون بالمستقبل، تمام، والأحماض الأمينية اللي هتستخدم في تصنيع هذه الإنزيمات، بما إن الإنزيمات بروتينات أو النيوكليوتيدات اللي هي موجودة عندي في داخل الـ DNA. ده بيتم من خلال التأثير على نفاذية غشاء الخلية بطرق مختلفة، فتح قنوات، عمليات إسراع في ديفيوجن وهكذا، ومن ثم فهي تؤثر على معدلات أيض هذه المواد. يبقى دول الطريقتين أو
الآليتين العامتين لمين؟ لعمليات التحكم في العمليات أو عمليات تنظيم العمليات الكثيرة، النمو والتكاثر والقدرة على استخدام الطاقة و و الأساس هو الطريقتين دول اللي بتستخدمهم الرسل الأولية أو الهرمونات في التأثير على الوظائف الكبيرة داخل الخلايا المختلفة. استكمالا لعنوان طبيعة وأنواع الهرمونات، هنتعرف في هذه الشريحة على أهم الوظائف العامة للهرمونات، لأن عمل الهرمونات وجهاز الغدد الصماء عموما مناسب وملائم تماما لتنظيم العمليات والأنشطة الحيوية المختلفة لجميع أعضاء الجسم، والتي قد تمتد وتستمر لبضع دقائق أو ساعات أو حتى أيام في بعض الحالات، زي ما هنتعرف عليه إن شاء الله تعالى أثناء دراسة الغدد ببعض المعلومات التفصيلية. هذه الوظائف العامة للهرمونات تشمل الحفاظ على أسموزية وضغط الدم وحجم الماء في الجسم بواسطة هرمون مهم جدا يسمى الأنتي ديوريتيك هرمون أو المانع لإضرار البول، وهذا هو اسمه لأنه بيقلل من كمية المية اللي بيتم إخراجها في البول عندما يكون محتوى الماء قليل في الدم عن المستوى الطبيعي، وهندي مثال لاحقا. هذا الهرمون يتم إفرازه من الغدة النخامية الخلفية اللي موجودة في منطقة الدماغ. 2. التحكم في مستوى السكر في الدم عن طريق هرمون الإنسولين وهرمون الجلوكاجون، وشرحنا المحاضرة الماضية آلية عمل هذين الهرمونين كمثال لعمل التآزر الكيميائي في الجسم. وزي ما احنا عارفين ان مستوى السكر في الدم يشكل منظومة مهمة جدا لإمداد الجسم بالطاقة، ومرض السكري اللي هو زيادة السكر في الدم الدايابيتس ميليتس وأعراضه الجانبية مضاعفاته لا تخفى على أحد، وده بيكون بسبب مشاكل في إفراز الإنسولين، وهنشرح ده إن شاء الله زي ما قلنا لاحقا لما نتكلم عن البنكرياس. تنظيم رقم 3، تنظيم معدل مستوى عمليات الأيض والنمو عن طريق هرمون النمو وهرمون سيروكسين. هرمون النمو الجروس هرمون من اسمه هنعرف لاحقا أيضا إنه هرمون مهم جدا لنمو العظام لتكوين بروتينات الجسم نمو عموما، وده هرمون بيتم إفرازه من الغدة النخامية الأمامية تحت سيطرة منطقة تحت المهاد. بيكمل عمله أو بيشارك في عمليات الأيضية الخاصة بالنمو هرمون السيروكسين أو التي 4، وده بيتم إفرازه من الغدة الدرقية بتحفيز برضه من هرمون محفز الغدة الدرقية يتم إفرازه من الغدة النخامية الأمامية تحت أيضا هرمون تأثير هرمون أو عامل محفز من منطقة تحت المهاد، والتفاصيل ستروى لاحقا إن شاء الله تعالى. التحكم في النشاطات الجنسية ودورات التكاثر وعمليات تكوين الأمشاج والجميطات وحتى تكوين الجنين وتغذية الجنين، كل دي مجموعة من الهرمونات بتسمى السكس هرمونز أو هرمونات الجنس، بيتم إفرازها من الجونيتس الأوفري في الفيميل والتستس في الميل، وبيكمل هذا العمل السكس هرمونز اللي بتفرز من الأدرينال كورتكس في مراحل متأخرة في العمر للحفاظ على الظواهر السنوية للفيميل والميل، وكذلك تطورات السلوك بواسطة مجموعة من الهرمونات المختلفة اللي هنذكرها في حينها إن شاء الله تعالى. إحنا هنا بندي مثال لأربع وظائف عامة من الوظائف المهمة، وزي ما هنتكلم بعد كده لما نمسك أو نتكلم عن غدة غدة ونذكر هرموناتها هنتكلم بتفاصيل أكتر عن هذه الوظائف. عندنا مثال هنا عن عملية تنظيم ضغط الدم وحجم الماء بواسطة الهرمون المانع لإضرار البول. زي ما احنا عارفين عملية إضرار البول أو تكوين البول وإخراجه بتتم من خلال الكليتين، الدم بيذهب الكليتين بيحصل له عملية ترشيح. ترشيح يعني ايه؟ الجسم محتاج يتخلص من المواد السامة اللي موجودة في الدم والماء الزائد، تمام؟ بيتم تكوين البول من عن طريق النفرونات اللي هي الوحدات البولية اللي موجودة داخل كل كلية، وبيتم تجميع المياه الزيادة مع
المواد السامة أو المواد الإخراجية وتكوينها وإنزالها في الحالب ثم تخزينها في المثانة ثم إخراجها إلى الخارج. اللي بيحصل عندنا في موضوع تنظيم إخراج الماء من الجسم عن طريق الهرمون المنع إدرار البول، زي ما احنا عارفين إن مستوى المياه في الجسم مهم جدا جدا الحفاظ عليه في مستوى الطبيعي أو في المستوى المسموح به إن الجسم يقوم بنشاطاته الأيضية كلها، نشاطاته الفسيولوجية كلها، لأن كل نشاطات الفسيولوجية سبحان الله لا تتم إلا بوجود وسط مائي مناسب. وبالتالي الجسم عنده مناطق معينة في مراكز في المخ تشعر بمستوى الماء في الجسم. فأنا عندي حالتين، مستوى الماء في الجسم كثير ومستوى الماء في الجسم قليل. لو مستوى الماء في الجسم كثير يعني أنا بشرب مية كتيرة وعندي محتوى مائي كتير، على طول بسهولة جدا الماء اللي جاي في الدم اللي هو مفروض مستوى أعلى من الطبيعي بيحصل له على طول إخراج، والماء الكثير يخرج في اليورين ويبقى ماء أكثر للإخراج، والدم يعود محمل بالماء بالكمية الطبيعية اللي الجسم تناسبه لعمل وظائفه المختلفة. الحالة التانية بقى اللي ليها علاقة بهذا الهرمون اللي بنتكلم عليه اللي هو المانع لإدرار البول، في حالة وجود كمية قليلة من الماء في الدم أو شرب ماء قليل أو أثناء الصيام أو أثناء الامتناع عن الشراب لأي ظروف، عدم توافر الماء وهكذا، اللي بيحصل الجسم الحالة الأولى اللي اتكلمنا عليها الجسم بيتخلص من المياه الزيادة، وده اللي كلنا بيخلينا نشعر بأيام مثلا ما احنا بنشرب مياه كتير ندخل الحمام كتير عشان نفرغ الماء اللي موجود عندنا في المثانة البولية. لكن في حالات الصيام وقلة شرب الماء نذهب إلى الحمام بكمية أقل. ايه علاقة ده باللي انا بقوله؟ ان كمية المية اللي بتتكون عندي في حالة شرب الماء القليل او ندرة الماء في الجسم بيحصل عنده افراز كثير للهرمون المضاد لإدرار البول، وده قلنا بيتم افرازه من الغدة النخامية. هذا الهرمون يذهب في الدم زي ما شرحنا قبل كده، التارجت بتاعه او العضو المستهدف، وشرحنا يعني ايه عضو مستهدف، هو الكلية. الكلية بيروح ليها يديها امر ان هي تعمل ايه؟ تحافظ على الماء وتخرج أقل كمية من الماء ممكنة زي ما ممثل عندي في هذا الرسم. وبالتالي اللي بيحصل إن ماء أكثر يعود للدم، هنا ماء أقل يعود للدم، يبقى في الحالة دي ماء أكثر بحافظ على المية بخرج كمية قليلة قوي اللي دايب فيها المواد الإسرافية أو المواد الضارة اللي لازم تخرج كده كده من الجسم، فدي بتدوب في شوية مية قليلة وتخرج، وده بيسموه بول مركز. هنا بول مخفف لان الميه تخرج كتير قوي، واللي بيبقى في الدم عندي الميه المناسبه للحجم الطبيعي اللي المفروض تكون موجوده للحاله الفسيولوجيه بتاعه جسمي. هرجع اكرر تاني، لا يتم افراز هذا الهرمون الا عندما يكون محتوى الماء في الجسم قليل. ليه؟ عشان تتحكم في عمل النفرونات اللي بتخرج الميه، تخليها تحافظ على الميه وترجعها للدم تاني بعد ما تستخلص منها مين؟ المواد السامة، وتخرج جزء قليل من هذا الماء حتى ينزل اليورين أو البول محمل بالمواد السامة، وبالتالي يتم الحفاظ على كم الماء المناسب في جسم الإنسان إلى أن يتناول مية ويعود الوضع إلى طبيعته ويتوقف إفراز هذا الهرمون. أرجو النقطة دي تكون واضحة، وده مثال عن أحد الوظائف الهامة. والمحاضرة الماضية شرحنا عن تنظيم مستوى السكر في الدم عن طريق هرمون الأنسولين والجلوكاجون. إن شاء الله تعالى نزيد من الشرح والتفاصيل عن الوظائف دي في حينها مع التحدث عن كل مجموعة من الهرمونات بالتفصيل لوحدها. طيب ننتقل إلى أنواع الهرمونات. إحنا ذكرنا أن الهرمونات من ناحية التركيب الكيميائي تم تقسيمها إلى ثلاثة مجاميع مختلفة. النوع الأول اللي هو النوع البسيط يسمى مجموعة الأمينات، هي مجموعة من الهرمونات ذات الحجم الجزيئي الصغير، ليه؟ مشتقة من حمض أميني رئيسي يسمى التيروسين. هذا التيروسين أهو ده تركيبه مش بنحفظه طبعا، لكن ده تركيب التيروسين، حمض أميني من ضمن العشرين حمض أميني اللي موجودين عندنا في الطبيعة، هو المصدر الرئيسي لتكوين الهرمونات الأمينية. زي مثال عندنا الأدرينالين من نخاع
القشرة سوري من نخاع القزر، والثيروكسين من الغدة الدرقية. هذا الثيروسين وبرضه النور ادرينالين، بصوا عندنا كم مجموعة، هو بس هنا حاطط لنا في الصورة الثيروكسين اللي هو رباعي اليود وثلاثي اليود، الثلاثي ايود سيرونين، ونخاع القزر عندي النور ابنفرين او النور ادرينالين والابنفرين او الادرينالين والدوبامين. بلاحظ ايه؟ بصوا هنا ده شكل مين؟ الحمض الامين الثيروسين اللي هو الاب، ادي الاب موجود، لكن حصل ايه بقى؟ تغير فين؟ في السايد تشين او في احد التفاعلات سوري المكونات الجانبيه، فيديني حاجه اسمها هرمون الدوبامين. غير في مكون تاني يديني النور ابنفرين، غير في مكون تالت او رابع يديني الابنفرين، لكن المركب الرئيسي حمض امين، عشان كده سموها مجموعه الامينات. نيجي للغدد الدرقيه، بلاقي هنا عندي اتنين حمض امين يمسكوا في بعض، تمام، ويحطوا اربع ذرات يود، ادي 1 2 3 4، فبقى اسمه هرمون الثيروكسين او تي 4 او 1 2 3 اسمه ايه؟ ثلاثي ايود. يعني اضفنا يود على المركب الرئيسي اللي هو الحمض الثيروسين، ودي الامثله عندنا من نخاع القزر او من الغده الدرقيه. الدوبامين من مجموعه الامينات احد مشتقات الثيروسين، لكن هنا ذكرناه ليه؟ لانه كمان بيشتغل كناقل عصبي زيه زي مين؟ زي النور ادرينالين او النور ابنفرين، فضلا عن دوره كهرمون. تشمل هذه المجموعه ذكرنا درقيه تي 4 والتي 3، ودول بيتالفون من جزيئين من الثيروسين، هنا كان جزيء واحد في هرمونات نخاع القزر، لكن هنا عندي دول من اثنين من الثيروسين بس بيتميزوا باربع ذرات يود وده ثلاث ذرات يود. نتكلم عليهم بقى في آلية العمل في المحاضرات القادمة إن شاء الله تعالى. النوع الثاني احنا قلنا هم ثلاث أنواع اللي هي الهرمونات البروتينية أو البيبتيدية، يبقى أكتر من اثنين حمض أميني هيديني مركب اسمه عديد البيبتيد، ولو عديد البيبتيد ده كبير قوي فوق ال 100 مثلا او 120 حمض اميني هنقول عليه بروتين. تختلف هذه المجموعه من الهرمونات فيما بينها من حيث الحجم، تمام، فمنها ما هو مكون من ثلاث احماض امينيه، قلنا اكتر من اثنين هنقول عليه بيبتيد فقط، مثل هرمون المحرر للثيروتروبين، ده اللي هو هرمون التي اس اتش اللي بيفرز او المحفز الغده الدرقيه بيفرز من النخاميه الاماميه. هذا الهرمون بيعتبروه من البيبتيدات، يفرز من منطقة تحت المهاد تحت تأثير الهرمون اللي هو سوري الهرمون المحرر للهرمون المحفز، معلش اللخبطة هنا، هرمون محرر للهرمون المحفز للغدة النخامية الأمامية، بينما يتألف العديد من هرمونات القناة الهضمية كالسكرتين والجاسترين. دي هرمونات بتفرز من خلايا معينة موجودة في جدار المعدة وفي الاثنى عشر، هرمونات لها علاقه بعمليات الهضم. هذه الهرمونات هرمونات بلاقي عندي 34 حمض اميني، ده كان ثلاثه او ثلاث احماض امينيه، وفي حين ان هرمون الغده الجاردرقيه اتالف من 84 حمض اميني، يعني بندي امثله لاختلاف في الحجم. كمان الانسولين بيعتبر بين العديد من البيبتيدات او البروتينات، وهذه المجموعه ممكن يكون في عندي تركيب أو جسور موجودة من ثنائية الكبريت ليه تدي ثبات للهرمون. أنا عندي الإنسولين يتألف من تو تشين أو يتألف من سلسلتين تسمى A تشين والبي تشين، والA تشين والبي تشين كل واحد عدد من الأحماض الأمينية، الA تشين عندي 21 البي تشين عندي 30 حمض أميني، ولكن ما يربطهم ببعضه هو الجسور ثنائية الكبريت مثل الأكسيتوسين والفاسوبريسين، ودول بيفرزوا من النخامية الخلفية، كذلك هرمونات الفص الأمامي الغدة النخامية وهرمونات البنكرياس، هذه المجموعة كلها، وده مثال لتركيب الأنسولين لمجموعة الايه البروتينات أو عديدات البيبتين. بنذكر هنا ليه الأمور دي؟ عشان لما هنيجي نتكلم في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى أو اللي بعدها عن آلية عمل هرمونات هلاقي مرتبطة إلى حد كبير بالتركيب الكيميائي لها اللي احنا بنذكره مع بعض. النوع الثالث من الهرمونات من ناحيه التركيب الكيميائي هو ايه بقى؟ النوع اللي فاضل عندنا اللي هو النوع الاسترويدي او اللايبيدي او الدهني،
هذه المجموعه بتسمى ايضا مشابهات الدهون للكوليسترول. ليه بنقول الكوليسترول؟ لانه هو المركب الابوي او البيرنت كومباوند، زيه زي التيروسين في حاله الامينات. ادي تركيب الكوليسترول لوحده، برضو تركيب حلقي ومرتبط بيه سايد تشين او مجموعه جانبيه من الروابط الكيميائيه. هيحصل ايه؟ هيحصل تغيير عشان يديني انواع من المركبات هنسميها هرمونات استرويديه، حيث يتم تحوير الكوليسترول بواسطه بعض الانزيمات في الغدد الصماء طبعا اللي بتنتجها زي قشره القزر لصنع وتخليق الهرمونات الاسترويديه. تشمل ايه؟ هرمونات الاشهرها قشره الغده القزريه زي الكورتيزول والالدوستيرون هنشوفهم لاحقا، وهرمونات التكاثر اللي هي موجوده في الاعضاء التناسليه. مثال عندنا في المبيض الانثى الاستراديول، ادي الشكل الرئيسي بتاع الكوليسترول، ولكن شلنا جزء كبير من او تحوير جزء كبير من السايد تشين واصبح هو الهرمون المطلوب يؤدي الرساله الكيميائيه. قشرة القزر قلنا عندي كورتيزول والألدوستيرون، هلاقي برضو تغييرات معينة في السايد تشين أوجدت لي إيه؟ أوجدت لي هرمونات القشرة القزرية اللي هي بنسميها هرمونات استرويدية. ولا ننسى إن المركب الرئيسي أو اللي بنسميه الكور بتاعنا الأساس بتاعنا كوليسترول. هذه المجموعة تلعب دورا هاما في أيض الكربوهيدرات والأملاح والتوازن المائي ووظيفة الجهاز التناسلي، وده هنذكرهم لاحقا، وان اي تغيير طفيف في تركيبها الكيميائي يؤدي لحدوث تغييرات واضحه في تاثيرها الفسيولوجي. ولذلك التركيب الكيميائي له علاقه بالتاثير الفسيولوجي او الوظيفه في هذه المجموعه من الهرمونات او النواقل للرسائل الكيميائيه. ده كان اخر او دي كان اخر شريحه في هذه المحاضره، اتكلمنا فيها مقدمه عن الهرمونات واتكلمنا عن خصائص الهرمونات وشرحنا الخصائص العامة لهذه المركبات الكيميائية وطبيعة بعد كده عملها وطبيعة تكوينها وطبيعة تركيبها. وإن شاء الله تعالى ننتقل المحاضرة القادمة إلى معلومات جديدة في عنوان الهرمونات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في تمهيد للجزء الخاص بالغدد الغدد الصماء من خلال المحاضرة السابعة الجزء الأول والثاني، وأي تقصير أعتذر عنه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلوا علما نافعا وعملا صالحا لنا جميعا، وأن ينفع بنا جميعا البشرية وأمة المسلمين. وزي ما نقول العلم النافع هو ما يزيدنا يقينا وإيمانا برب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا جميعا، وإلى لقاء قريب إذا كان في عمر ونصيب لي المحاضرة الثامنة. والسلام عليكم. في ختام محاضرة الثانية طلابنا الكرام، ملخص سريع لما تم شرحه. احنا تحدثنا عن التأثر الكيميائي، تعريفه، وكيف يتم العمل من خلال إطلاق الهرمون في الدم، ويتم التعرف على الخلايا المستهدفة بواسطة مجموعة من المستقبلات، نتعرف على المزيد إن شاء الله لاحقا. ثم تحدثنا بعد ذلك وبدأنا الكلام عن الهرمونات، تعريف للهرمون والخصائص العامة للهرمونات، ودينا مثال على مواد شبيهة بالهرمونات تم اكتشافها حديثا ومازال في أبحاث عنها زي البروستاجلاندين والليبيتين. ثم انتقلنا بعد كده لطبيعة وعمل وظائف الهرمونات والعوامل اللي بتؤثر في عمل الهرمونات، أربع عوامل: معدل تخليق وإفراز الهرمون، معدل إفرازه في الدم مع وجود حامل يحمله زي البروتينات اللي شرحناها، ووجود المستقبلات على الخلايا المستهدفة أو المستقبلات المناسبة، والعامل الرابع قلنا عملية تحلل أو تحطيم الهرمون بعد نهاية عمله. ثم ذكرنا الأنواع الكيميائية للهرمونات، ثلاث أنواع: أحماض أمينية، ودينا مثال زي السيروكسين والتراي أيودو سيرونين، وقلنا النوع الثاني من الناحية الكيميائية اللي هي الهرمونات البيبتيدية أو البروتينية زي الإنسولين وهرمونات الغدة النخامية عموما. ثم المجموعة الثالثة، المجموعة الهرمونات اللي هي أشباه الدهون أو الاسترويدات، وأشهرها الهرمونات التي تفرز من قشرة القزر زي الجلوكوكورتيكويدز والألدوستيرون،
وإن شاء الله تعالى المحاضرات القادمة مزيد من المعلومات عن موضوع التأزر الكيميائي والغدد الصماء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وفقنا في تبسيط هذه المادة العلمية وشرحها بالطريقة المناسبة لطلابنا الكرام، وعذرا لأي تقصير، نسأل الله القبول لنا ولكم جميعا، وأن ينفع بنا جميعا كل البشرية، وأن يجعله علما نافعا وعملا صالحا. وإلى لقاء قريب في المحاضرة الثالثة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.